الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة مع ليلى عمر. إليك شكرا لكم أميرة وأدا، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماعا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وخلال الاجتماع تم استعراض الخطوات الفعلية في منطقة المثلث الذهبي والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة والمناطق التي تم تحديدها كمرحلة أولى لإقامة مجمعات صناعية عليها في منطقة المثلث الذهبي. وأكد الملا ضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والأحداث العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل مباشر على خريطة الاستثمار العالمية. انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبيانات الصناعات التحويلية في الصين هذا الأسبوع، وهو ما فاق تأثيره الدعم المستمد من التوتر في الشرق الأوسط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6% إلى 89 دولار و37 سنتا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2% إلى 84 دولار و20 سنتا للبرميل. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 وذلك بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 وذلك بنسبة 29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة. أظهرت بيانات رسمية ألمانية تسجيل الاقتصاد الألماني انكماشا طفيفا في الربع الثالث من العام المالي، وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 1% على أساس فصلي في ضوء عوامل معدلة، ولا يزال أداء أكبر اقتصاد في أوروبا متأثرا بضعف القوى الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة. وكانت استطلاعات الرأي توقعت تسجيل انكماش للاقتصاد بنسبة 3%. أعلن البنك الدولي أنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام الجاري، وأن يهبط المتوسط إلى 81 دولارا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير. وأوضح البنك الدولي أن أسعار النفط لم ترتفع سوى 6% فقط منذ بدء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع لم تتحرك إلا قليلاً. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة وآدا لاستكمال النشرة. إليكم. شكرا لك ليلى.